ويستمر في تكريم يعني الفنانين اللي بداو يعني واحد المسيره وبسموا على بصمات قويه في المجال المسرحي والفني بصفه عامه في هذه البلاد. نشكر الشركاء ديالنا، الشركاء سواء الرسميين اللي هما المؤسسات الاقتصاديه من بعد دورات اللي كانوا كيتعاملوا معنا يعني غير من الشرجم كياخذوا معنا ورقات، حان الوقت باش يوضعوا فينا الثقه وفتحوا لنا المؤسسات ديالتهم على اساس اننا نشتركوا في هذا العمل ويدخلوا في البرامج القاره السنويه ديالتهم. ميراجان بحال هكايا راه ديجا فلك اجران، يعني الا نجحتي غيكون عندك ثلاثه ديال 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 الاجر، ماشي غير اجر فاجران وانما هو ضمن ديبار عندك اجران. غادي الى هذا انا اللي عجبني في المهرجان هذا هو انه حارس ليس فقط على المواظبه سنويا وفي نفس الاسبوع من نفس الشهر في كل سنه على مدى 10 سنوات ودابا نقول 11 سنه الله يوفق، وانه كذلك تكريمات كريمات في الحقيقة قل ما تجد أن المهرجانات في المغرب تكرم دائما شخصيات واسعة. دورة الحادية عشرة لمهرجان الضحك للجديدة هي دورة ستكون إن شاء الله دورة مميزة بكل المقاييس، وهي كذلك فرصة جميلة لجمع الأفارقة ما بين أحضان الفنانين بمدينة الجديدة على ركح منصات مهرجان الضحك. كذلك أن دورة هذه السنة هي امتداد لعشر دورات من التعب من النضال من المجهود اللي كذلك هذا المجهود اللي الآن اتضح من خلال التنظيم المحكم من خلال كذلك الإشعاع اللي أصبح يعرفه المهرجان على المستوى الوطني، وكذلك المشاركات ديال مجموعة ديال الفنانين اللي أسماء لامعة أصبحت تأتي لتقديم عروضها داخل منصات المهرجان. كما لا يخفى عليكم على أننا منذ يعني تأسيس هذا المهرجان كنا كل دورة نستفيد منها من خلال ما نقدمه من تصور فني لبرمجة فنية داخل دورة ما، وكذلك هو عمل جبار اللي اعطانا واحد القوة واحد الدفعة أخرى باش كسبنا تجربة خلال 10 سنوات، واليوم كما قلنا في الندوة الصحفية على أننا ننظم دورة أولى. لماذا؟ أولا هذه المرحلة الانتقالية من بعد 10 دورات اللي صحات لنا المسار ديالنا في التنظيم، عرفتنا بالأخطاء اللي كنا كنطيحوا فيها في دورات سابقة، واليوم كسبنا واحد التجربة اللي علمتنا يعني حرفية واحتراف في التنظيم وفي اختيار حتى الأسماء اللي كتكون في برنامج كل دورة. جديد هذه الدورة غادي تكون برمجة متنوعة في الزمن والمكان، وغادي تحتضنها ثلاثة الفضاءات اللي هو الحي البرتغالي، مسرح عفيفي، وحديقة محمد الخامس. كما أنه سيضم المهرجان برمجة ديال مجموعة ديال العروض المسرحية من ضمنهم المسرحية الناجحة طالب راغب من تشخيص سكينة درابيل، هشام فاندي، يحيى محجة، وكذلك هشام الوالي، إخراج هشام جباري. كذلك غادي يكون عرض آخر للأطفال اللي هو مسرحية سفارة، وعروض كوميديا فردية مع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، صويلاح، يوسف الزعري خريج برنامج ستاند اب، مراد خردالي، خالد زموري، فريد الياس وآخرون في لقاء مباشر بحديقة محمد الخامس وبمنصات المهرجان. كما لا يخفى عليكم على أن المهرجان سيسافر بالجمهور ديالته إلى ندوة أخرى علمية فكرية حول العلاقة التاريخية ما بين المغرب ودول الساحل. في هذا اللقاء اللي غادي نستحضروا هذه العلاقة التاريخية والإنسانية اللي كتجمع الأفارقة مع المغاربة لمدة 15 قرن. البرنامج كذلك لا يخلو من عروض خاصة بالطفل، منهم عرض مخصص لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض سيكون لعموم الجمهور الصغير. كما ستحتضن حديقة محمد الخامس عروض فنون الحلقة مع نجوم ورواد الحلقة اللي غيقدموا عروض شيقة، عروض ديال الحلقة أمام جمهور مدينة الجديدة وزوار مدينة الجديدة.
كما أود في الأخير أن أوجه شكري إلى كل المؤسسات الداعمة على رأسهم عمالة الإقليم الجديدة، المجلس الإقليمي، الجماعة الحضرية، مسرح محمد الخامس، ومكتبة باريس، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، المكتب الشريف فوسفات واتصالات المغرب، على الدعم ديالهم، على المساندة ديالهم. كما أوجه شكري كذلك إلى جل الشركاء الإعلاميين وعلى رأسهم منبر ديالكم أشواق، محطة راديو بلوس، إيت راديو، وكذلك كل جرائد اللي ساندونا منذ تأسيس حدث مهرجان الضحك بالجديدة. كما أوجه الشكر كذلك إلى الجديدة 24 وكل المنابر الإلكترونية بمدينة الجديدة. بالنسبة للأسماء اللي مرات عندنا في المهرجان، هما مجموعة ديال الشباب اللي الآن عندهم حضور في خشبات وفي مهرجانات، نستضيف البعض في محطات، وقد يأتي على يعني كيف ما قلت لي ثنائي الشراف، فهم سبق ليهم فازوا معنا في دورة من دورات المهرجان، على ما أظن الدورة السادسة كانوا خدوا اللقب ديال الدورة وتوجوا هذيك الساعة، كانوا مازال عندهم ثنائي أكسيد الكربون، دابا الآن أصبح لهم اسم آخر، اسم فني آخر اللي هو الشراف، وأتمنى أن نستضيفهم في دورات مقبلة إن شاء الله. بالنسبة للتكريم، هو كيف ما قلت لكم أن 10 دورات استضفنا فيها أسماء لامعة، أهم الأسماء اللي مارست المسرح واللي أعطت رسائل نبيلة لهذا المجال، ولكن هو خلال ندوة سابقة في الدورة 10 كان طرح لنا هذا السؤال، لماذا لم تكرموا الأسماء المحلية؟ فارتأت لجنة يعني في هذه الدورة بالضبط، ولأن السجل بي كان من ضمن لجنة التحكيم، وأخذنا وعدا على عاتقنا وعلى إدارة المهرجان بأن نكرم هذا الشخص وأن نعترف بما قدمه للمجال المسرحي والمجال الفني بمدينة الجديدة على مر 5 عقود من الزمن، وهو الآن لازال يمارس وسنعطيه حقه داخل دورة هذه السنة كباقي الفنانين اللي تم تكريمهم خلال الدورات السابقة. شكرا وشكرا لكم، وأتمنى لكم فرجة ومواكبة المهرجان اللي غادي تتمتعوا وتستمتعوا معنا وغتواكبونا إعلاميا لإشعاع هذا الحدث بمدينة جديدة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.